على فكرة احنا قطعنا بس عرض مسرح مصر علشان الأستاذ سمير كان في الأول بيتكلم عن علي ربيع وعلي ربيع موجود معنا دلوقتي على التليفون، هيقول لك كل سنة وانت طيب في أول يوم الأمس. حبيبي علوة جميل. ألو ألو. إيه يا علوة؟ أستاذ سمير جميل لك واحدة تجنن أهي. والله يا أستاذ سمير أنا طبعا بقول لك كل سنة وانت طيب حبيبي، ربنا يخليك. أنا عايز طبعا بشكر الأستاذ شريف الله يخليك، لا كل اللي موجودين. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت متألق جدا جميل. الله يخليك. بس طمني عامل ايه في الجواز؟ ما دام ضحك تعرف. عدت 2018 الحمد لله تمام، و2019 اخبارها ايه ان شاء الله؟ هو استاذ سمير بقى بيني بس انا فهم. ما دام ضحك خلاص. بينه ايه ايه اللي بينكم وبينه في ايه؟ ايه؟ لا انا بقوله عامل ايه في الجواز بلا ضحك، افهمها بقى انت. كان انا شفته قبل أنا الجواز. فاكره. طبعا. انا بس عايز اقول لاستاذ سمير بجد حاجه. قول. انا بحب استاذ سمير جدا، وفعلا فعلا استاذ سمير اسطوره وراجل كبير هيفضل طول عمره كبير بفنه، وكلنا هنفضل طول عمرنا شايفين استاذ سمير من يعني من اكبر نجوم الكوميديا ومن احسن الناس والشخصيات اللي فعلا الواحد بيحب يقعد معاهم يتكلم معاهم يسمعهم يتعلم منهم على طول، بناخد منه طاقه ايجابيه، بتفرج على طول مسرحيات وافلام وبتفرج على طول على كل حاجه عشان اخد طاقه ايجابيه منه. ففعلا انا بشكره جدا على انه دايما يقول كلام حلو في حق الناس. والله كان لسه بيقول كلام حلو في حقكم كلكم. هو عشان كبير، عشان الكبير. علي اشتغل معانا مسلسل كبير. ما كنتش اعرفه، بس وسط المسلسل عشقته من الطبيعية في أدائه. لا 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 هادي هادي زي تنشنك. كل سنة وانت طيب يا علي. انت طيب وانت طيب، وربنا يجعل ايامك كلها ويسلم خير. ربنا يخليك. معلش يا علي انا بقول تنشنت عشان احنا معانا اسد في الاستوديو. يعني انا مش بهزر، انا بكلم بجد على فكره. أسد عادي، انا ممكن يبقاش قدامك تلفزيون بس احنا معانا. اللي مطمني بس ان انا معايا ايه يعني ايه التامين علي. انت عارف علي طبعا معانا، ف عمل دور مدرب اسود هو في مصر وانا بكلمك وطلعوا اسدين كده لابسين ماسك وحاجات وكان بيهزر. الو لا ساعه لهفه لهفه عمل معيز. بقول لك في اسد فعلا على على ترابيزه الاستوديو والمذيع وانا بكلمك. شايفه؟ لا مش شايف. انا مش عارف. ايوه ما انا عارف في منه على ذكر، لو عاوز نبعت. طيب بص انا مش هعطلك، انا بس بقول لك كل سنه وانت طيب. طيب وانت طيب. بتتمنى تحقق ايه في 2019؟ اوكي انا بتمنى ان الناس كلها تبقى مبسوطه ايه ايوه انا معاك. تسمعني؟ سامعك مش مركز قوي بس سامعك، والناس هتبقى سامعاك. كلها تبقى مبسوطه وسعيده، هي دي اهم حاجه. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا علي. طيب ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي. هي ايه الجامد خليك عند امي.